Allez, la chute de gueule. ابو دي لا روح لعند ابو علي انا ابو دي يعني هون الاوائل المحافظه على التراث هذا عادات وتقاليد يعني متوارث من عدول اجدادنا حجب علي قديش في برا؟ دي بعد من الاخر ابو علي لو زاد شوي دائما ما عليك في فرق كثير يعني انه احنا كنا بمحافظه درعا لما انت بدك تجوز ولد او زلمه بده يتجوز ابنه بنته كان هناك الواحد يذبح 20 ذبيحه 30 ذبيحه ذبايح كثير واكل كثير اما هون الوضع مختصر على دجاج على لحمه ناعمه اولاد خالات وقرايب ودنيا على راسي نحب بعضنا منأجر فساتين منلبس عرايس والحمد لله الشغل ماشي ها كعاداتنا بسوريا مثل ما كنا هسه عنيات نفس الشيء هون عاداتنا التقاليد طبخ حنا بنودي يوم الحنه بودوا للعروس بحنوها وبالليل بيرجعوا بحنوها ثاني يوم زفه عادي بالنسبة لل يعني عندنا بحوران إذا واحد بده يتجوز شغلة أساسية بند أساسي إنه يروح لعند الحلاق تيحسن يعني من مظهره ومن نعومته من كذا